خوفتك مهان؟ خوفتك صفوان مهان؟ شو يا مو؟ شو صار معكو؟ ما صار شي يا مو. شلون يعني ما صار شي؟ شو قالكو؟ خلص مشي الحال. شو يعني مشي الحال؟ يعني ما رح ياخذوك على الأخذ عسكر؟ لا يا مو مشي الحال يعني صرت عسكري وسالم بيك ما عاد يطلع بإيده شي. ما عاد يطلع بإيده شي؟ لا اللي صار صار. وأبوك وينه؟ أراد عند هاشم أفندي يحكي معه مشان يأجل حفلة ابنه ليوم الجمعة. يا ربي شو هالحظ اللي قلنا؟ مرة بيطلع لنا نصري ومرة بيطلع لنا خيره. إيه طلع من هون. شو؟ لك الموعد عليك تفوت لعندي على الأوضة؟ أنا بدي نام هون. بالله شو؟ إيه ما فشت عينك؟ ولك أنت ما عندك حريمات؟ إف الآن بلا عندي. لكن يلا روحنا دي زكية بدي نام أنا وياها. إف والله عين العقل. زكية يا زكية شو بدك منها يا مو؟ هيا طلعت نام عند هيفو. يو وليش بقى؟ قال الخانو عيب نام أنا وياها بأوضة واحدة. يا خير هيك تعي لقلك تتركيها أحسن إجت منها. عاوزك كلمتين. تعي يا مو تعي. شو يا أم صفوان وين العروس؟ يعني نحن جايين نبارك لها ونتعرف عليها ونشوفها، ما بيكفي ما عملتوا لها حفلة التفتيلة؟ والله يا أم شاهر تعباني مجاني هيك ما رضيت أعمل لها حفلة تفتيلة. شو بالظاهر لساتها نايمة؟ إيه والله البنت مربى بكوات بتعرفي أنت يا أم حدة. يلا لكم خلونا نروح نحضر حالنا مشان عرس بنت أم وضاح. إيه والله حماتي حماتي. إيه جاية تقبريني جاية. ما عندك رؤية من بذر. طلعي فضحتينا. ولك يا قطع عمري ما اجدبا في عروسه بصباحيه عرسها بتطلب اقدامي وبزر. والله عال هذا اللي كان ناقصنا. لك الله وكيلكم يا جماعه ومالكم علي يمين. لك ما خلتني نام طول الليل وهي ترفس برجليها ترفس برجليها. ولي على قلبي يا امي ولي على قلبي صمت صمت وفطرت على بصله. ويا ريت بصله يا امي. لك يا هيلي حتي لهون بلا شو حتي الفكره لك هاي اللي انا خليك سلمى بدك تعدي حتى اكلني وياك يا ما اخذت لك الفكره. ما رح اعطيك اياها. لك يا صاحبي ما اشتريت وحده يا خذي الاشواء خذي الاشواء منك يا امو تسلم لي على خالتك أمينة وبتقلها جاي اتخبى عنكم كم يوم مشان مروا على العسكرية. وبعدين يعني إذا تخبيت عندهم 4-5 أيام فكرك ما عاد ياخذوني على العسكرية؟ شو هالحكي يا مو؟ لك يا أمي هلأ اتخبى كم يوم وبعدين بيفرجها الله بلاقي لك حل. وشو هو الحل بقى؟ بروح أنا وياك عند خالتك فاطمة بحلب. يعني بس خالتي أمينة بكون زعلانة منا هلأ. ممكن أنا نخطب بنتها وبعدين بطلنا؟ قديه صار ما اجت لعنا؟ خافوا لعنده دي قلبوا خليتهم فيني وما يستقبلوني. لا بيستقبلوا. وإذا ما استقبلوك روح لعند سالم بيك هو خالة لمرتك ولزقك ياها تلزيق كتير عليه إذا بيخبيك كم يوم. مين؟ تعي خالتي أنا صفوان. أهلين خالتي شلونك وشلون أمك؟ الحمد لله خالتي كلنا مناح. شو خالتي ما رح تخوتيني؟ ما في بالبيت غير انا والبنات. جوزي ما بيهون عليه يفوت واحد اجنبي على بيته بغيابه. هلا انا اجنبي يا خالتي؟ والله يا خالتي هيك جوزي بده. خير خالتي امي امك فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. ابي خبري لجوزك انه مرق واحد اجنبي وبيسلم عليه. شو عم تقول؟ تتخبى عندي؟ انت عرفان حالك شو عم تحكي؟ دخيلك يا بيك والله انا مالي غيركم. اصلا انت واحد ناكر للجميل والمعروف حتى الحكم دار ما خلص من لسانك. وين جاي تتبلاني؟ بدك يعني اعلى مع العسكر واتبهدل؟
أنا سالم بيك الدفتري، خبي عندي واحد فراري مثل حكايتك، روح سلم حالك أو لاقي لك شي قرنة نقبر فيها، وإياك ثم إياك تقول إنه جيت لعندي أو شفتني. يلا اطلع من هون، اطلع من هون قبل ما حدا يشوفك، اللي بدك يعني أعلق واتبهدل مع السرايا. حاضر يا بيك. وإياك ثم إياك إنك تأرجيني وشك طول ما لك فراري. يلا يا كبير يا مختار المخاتير، روح لعند الحكم دار خليه ينتف لك شواربك اللي مسكتن قدامه. وإذا كنت أبو الضاع بتعرف صفوان مين صار، بدي أرجيك مين هي صبحية يا نمر الخشاب. والله والله لخليك تندم. وينه؟ سلام قولا من رب الرحيم. من وين؟ ابنك هذا اللي بيبيع صائد سنارة. هلأ ما عاد تعرفي ابنك صفوان؟ عرفته عرفته. قولي على قامتي، جايت الساعة. يا مو يا مو يا مو، شفت خالي بالمنام؟ احكي لك المنام؟ لا تقبريني، لا تحكي لي شي، ببوس ايدي لا تحكي لي شي. يا الله منين بعدت لي هالبلاوي؟ سلمى بحكي لك المنام الي. اهلين اهلين ابن عمي ياويت، اهلا وسهلا. راح صفوان سلم حاله؟ ايه تقبرني، راح من الصبح. وليش ما قلتولي كترات انا وصهري ابو وضاح معه؟ ليش ما بيعرف يروح لحاله؟ كل شغله يحطني فيها ابو وضاح، ولا بدك اياه يبوس ايده مره ثانيه؟ ولك انت حرمه ضلاليه وما منك فايده. لولا الله وصهري ابو وضاح كان ابنك هلا حاطينه باسطنبول يا ببلاد اليمن. ولو ما راح سلم حاله كان حكم دار زعل منه مره ثانيه، ويمكن كان حطه ببلاد الواقواق. ابن عمي وين هي بلاد الواقواق؟ شو بيعرفني، بس يعني انه بعيده كثير، والعسكر اللي بيهربوا من العسكريه بيحطونا هنيك ليتربوا. قولي على قامتي، يعني بيصير ياخذوه لهنيك؟ طالما انه سلم حاله خلص ما عادوا ياخذوه، وباذن الله بمعيه صهري ابو الضاح حيخلوا لك اياه هون بالشام. بس يعني لو اكتشفوا انه ابنك متخبي ببيت خالته ومسكوه، مفكرتيني انه ما سمعتك الصبح وانت عم تلعبي بعاله وتقولي له روح تخبى ببيت خالته؟ عدنان صفوان وينه؟ صفوان هلا بالإشلة ولبس عسكري. قولي على قامتي، الله لا يوفقكم، روحتوا لي ابني. اخي لبس عسكري؟ ولا لا 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 بنت بكوات. إذا كانت نايمة ما منفيقها، منتركها لتفيق لحالها، تعرفي يعني. بعدين هي ما بتحب الطلعات والفوتات. يلا تصطفي، الحمد لله اللي ردلك يا بالسلامة. تقبريني إن شاء الله أجر وعافية، ما عقلبه شر. الله يسلمك يا أم صفوان، الحمد لله الحمد لله على كل شيء. أي والله الحمد لله. بس بيني وبينك قضينا ليلة، شو ليلة، الله لا يفرجيها لمخلوق. يي بس انتي قضيتي، والله نحنا سمعنا بالخبر، صرنا مثل المجانين ننط عن الارض نط. وخصوصي زكية، يبعتلي حمى ضلت تبكي طول الليل، وانا نمت وهي ضلت فايقة، والله ما بعرف ايمتى نامي. زكية ليلة اللي من غير شر شاهر انضرب، ايمتى نمتي بعدين؟ ايه من المغرب، مدريد بالقصة للصبح. ليش عم تضحكوا يا منش؟ انا شو حكي لك؟ شبكي امي، شو نسيتي؟